إبراهيم أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين وصاحب الأهداف الذهبية التي ساهمت في كتابة تاريخ نادي الزمالك في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. نصر إبراهيم يجيب الجون الأول للزمالك، كوارشي خد الكورة ولعبها على الطاير مرة واثنين ولعبها على طول نصر إبراهيم عشان يجيب الجون. ولد نصر إبراهيم عام 1958، ومنذ نعومة أظافره عاشق كرة القدم ولم يفكر سوى في ممارستها بشكل منتظم، ليبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث لفت الأنظار مبكراً له لموهبته وقدرته على التهديف، وبعدها تم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك ليبدأ مشواره مع الفريق الأول. وكان محظوظاً بشدة لانضمامه لجيل الفن والهندسة والبطولات أيضاً، حيث يكفي كونه أحد الأسماء البارزة في تتويج نادي الزمالك الأول بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري عام 84، ولا ينسى أحد هدفه في لقاء الجت الجزائري باستاد القاهرة، وهي المباراة التي تعد من أمتع المباريات في تاريخ مدرسة الفن والهندسة. وخلال مسيرته نجح في التتويج بالدوري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والبطولة الإفريقية أبطال الدوري مرتين، وعلى الرغم من اعتزاله عام 88، إلا أنه بقي دوماً اسماً لامعاً في تاريخ القلعة البيضاء التي يتذكرها جماهير الزمالك حتى الآن. واحد من كتيبة نادي الزمالك اللي حققوا أول لقب الأغلى والأهم في تاريخ نادي الزمالك، اللقب الإفريقي الأول لنادينا العظيم الغول الكابتن نصر إبراهيم. كابتن نصر، بتشرف بوجود حضرتك معانا. أهلا بيك حزومة، وأنا مبسوط، وإن شاء الله إن شاء الله هتبقى بطولة غالية إن شاء الله وعزيزة علينا وهتجيلنا إن شاء الله. الغول كان جان زمان، ما مثلش ليه؟ والله اعتذرت، ماليش في التمثيل. انا عرفت كمان حضرتك عرض عليك فكره ان انت تكون مقدم برامج بالزبط. في القناه الثالثه بالظبط، بعض من زمان الكابتن الله يرحمه ابراهيم لطيف عرض عليا، كان ملعب حاجه كده في القناه الثالثه، وبرضه رفضت، يعني ما كنتش غاوي، وكنت حاسس ان هبقى تقيل على الضيوف. البرنامج كان اسمه كاميرا في الملعب؟ كاميرا في الملعب، في الاول خالص، اول ما اتعرض قبل طبعا. طب والله يا كابتن لا عليك. الله يخليك، الحمد لله، خلينا خفاف كده. طيب لو جينا نبص على الاسامي اللي لعبت جنب كابتن نصر ابراهيم، هنلاقي كابتن فاروق جعفر، هنلاقي كابتن هشام يكن، هنلاقي كابتن جمال عبد الحميد، هنلاقي كابتن محمد حلمي، هنلاقي كابتن صلاح، هنلاقي يعني كوارشي. بتتكلم في اسامي مرعبه يعني، وكابتن ايمن يونس طبعا ما نقدرش ننساه، يعني كان لسه معانا في مداخله من شويه. حاجه تبسطني حقيقي، ان انا في الوقت ده كنت لعبت مع جيلين من احلى اجيال نادي الزمالك. طبعا بقياده الكابتن ابو رجيله. ايوه، الكابتن ابو رجيله كان المدرب بتاعنا، مدير فني، وقبليه كان الكابتن زكي عثمان، وكان في فتره الثمانينات دي كان جيل مندمج بين السبعينات والثمانينات. صحيح. انا كابتن اشرف قاسم، كابتن عادل مامور، كابتن قاسم، احمد رمزي، حماده عبد اللطيف، كابتن حلمي، محمد حلمي. حضرتك لحقت كابتن طه بصري في السبعينات. كابتن طه بصري اخر موسم ليه لعبت معاك، تشرفت ان انا لعبت معاه في 77 78 السنه الاولانيه اللي احنا خدنا بيها الدوري العام، ودي برده كانت من المواقف الصعبه بالنسبه لفرقه نادي الزمالك، فنادي الزمالك متعود على المواقف الصعبه من زمان وبيعديها ان شاء الله بنجاح. يعني عايز اتكلم مع حضرتك يا كابتن عن رحله تحقيق اول لقب افريقي، ودايما اي حاجه بتتعمل لاول مره بتكون صعبه. طبعا كانت صعبه، وكانت الناس كلها منتظراها، وحاجه بعيده. مصر عامه ما كانش فيها الا النادي الاسماعيلي، وابتدى النادي الاهلي يخش، وعايزين طبعا كانوا بيأملوا في نادي الزمالك، فكانت الامور كانت صعبه بالنسبه للفرق. الفرق كانت قويه، ما كانش فيه برضه زي دلوقتي الاحتراف، زي ما احنا شايفين اللعيبه كانت بتخرج في افريقيا كتير، كانت اللعيبه موجوده وبتلعب بكامل نجومها الدول كلها والفرق كلها. فقابلنا صعوبات طبعا، ودي من الحاجات الحلوه برضو ان انت لازم تقابل صعوبات
عشان لما توصل للبطولة تحس ان انت وصلت فيها بعرق وتعب وبتاخدها والناس كلها بتبقى مبسوطة وبتبقى فرحانة لما بتاخد بطولة فيها تعب وفيها أشياء زي ما بيقولوا. افريقيا زمان ودلوقتي الفرق من حيث المنافسة ومن حيث السفر والتنقلات والامكانيات وكل حاجة؟ طبعا لا لا الحمد لله دلوقتي الامور سهلة. اولا زي ما بقولك زمان ما كانش فيه بعض اللعيبة في افريقيا في الدول محترفة كتير. دلوقتي كانوا بقى في بلادهم ما كانوش بيحترفوا. دلوقتي بقى الاحتراف عادي، فانت لما بتروح بتلاقي الفرق قلت فنيا. دي حاجة. الحاجة التانية بنعرض لك اهو يا كابتن حاجات من الزمن الجميل. موضوع ده جمال عبد الحميد ده مشوار 84 ده ماتش 84 هو ماتش جيت الجزائري اللي هو كان من احلى الماتشات اللي عملها الناس كوارش واشي في ماتش ريد ديفلز ده جه هدف ده كان نكانا الزامبي كان ريد ديفلز وجون بص منين وشوطه قويه الله اكبر وانا رايح اجيب الكوره برضه يعني بتابع وده برضه نفس الماتش الهدف الخامس ده انا فاكر لعبت وبصيت على اساس حد يجي لي بالعرض الهدف اللي حضرتك جبته ده الخامس وقفت بص وقفت عشان ايه الطريقه دي يا كابتن الحمد لله قلت حد هيجي عشان يحطها في بطن رجله فما لقيتش حد قلت احطها انا بقى اضطريت احطها في القريبه طبعا اصعب ماتش في البطوله اسك لا كان جيت اصعب عفوة. ماتش جيت اللي هو دوت صحيح ده كان بقى كانت فرقه بقول لك كنا خسرانين 3-1 في الجزائر كنا خسرانين 3-1 واللي كان اصعب ان كانت فرقه قويه قوي من حارس المرمى كلهم منتخب الجزائر وجمهور كان هناك صعب قوي بالنسبه لتشجيع الفرقه اتغلبنا هناك 3-1 يمكن برضو كانت الظروف من الصعوبات ان الملعب كان مبلول واحنا لابسين جزمه ترتان فكان عامل لنا مشاكل وده اللي خلانا برضو اتغلبنا لولا الهدف طبعا الجميل اللي جابه الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف كابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه طبعا نفعنا في المباراه الثانيه جت المباراه الثانيه طبعا وما انساش يعني عايز اقول الفضل ده هنا ماتش القاهره الملعب كان متقفل 120000 متقفل غير اللي بره انا جينا الساعه 3 الساعه كام محمد صلاح واحدة ونص عمل اوفر واحدة ونص واحنا على الباب في الاستاد مش عايز اقول لك الجمهور اللي بره مش عايز اقول لك اكتر من اللي جوه تتذكر اول ما نزلت الملعب كانت ايه هتافات الجمهور مفيش تشجيع على طول زمالك 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 لعبوا فن وهندسه وافريقيا زمالك مش عايز اقول لك كانت الجماهير زي ما انت شايف فاروق جعفر وهشام ياكن كابتن فاروق جميل قوي كابتن طبعا كان هدف ملعوب طب انا عايز بس ارجع مع حضرتك كده لهتافات الجمهور عشان بنربط هنا ما بين هتافات الجمهور زمان ودلوقتي هتلاقيها عمرها ما بتتغير يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا كده الكادر على كابتن نصر ويشرح لنا ويقول لنا كده هتافات جمهور الزمالك كانت عامله ازاي هتافات الزمالك كانت على طول جميلة الزمالك هندسة لعب وفن أو مدرسة لعب وفن وهندسة العب يا زمالك بالروح بالدم نفديك يا زمالك وراك وراك يعني بص تشجيع اللعيبة على طول باستمرار يعني كل حاجة اتغيرت إمكانيات منافسات سفر ولكن يظل جمهور الزمالك هو الثابت الوحيد أنا بقول لك هو فعلا الثابت هو الوحيد اللي له الفضل بعد ربنا طبعا ها واللعيبه برضو له الفضل في مسابقه 84 لما شفت الجمهور بهذا الشكل وانا لن انسى الكلمتين اللي قالهم لي فرجاني كابتن فريق جزائري جيت لن انساه كابتن منتخب الجزائر كان هو بيلعب ولن انسى له الكلمتين كابتن جيت كمان لن انسى له الكلمتين اللي قالهم واحنا بنعمل لهم يعني كان في عشاء بعد المباراه بيقول لي جمهوركم كان حاجه غير طبيعيه ولولا جمهوركم حقيقي ما كنتوش كسبتوا الماتش انا بص لن انسى الكلمتين دول الجمله دي عدى عليها بتتكلم في 35 سنه دلوقتي وانا فاكرها انا فاكرها عشان او 30 سنه رحت اكتر رحت العشاء وطلعت اتعشيت معاهم وقال لي الكلمتين دول كانوا مبهرين بجمهور نادي الزمالك حقيقي بتشجيعه حوالي 40 سنه يا كابتن فطبعا عايزين نقول الجمهور وطبعا زي ما انت شفت الجمهور الماتش اللي فات حتى بعد الخساره بيعمل ايه فالجمهور انا بقول المرتبه يعني هو المباراه الثانيه الجمهور المباراه الثانيه المباراه الاولانيه انا بقول يمكن المدرب مع الجهاز الفني مع قصدي مع الفريق ها والمباراه الثانيه هيبقى الجمهور له اليد العليا حقيقي هتشوف انت المباراه ان شاء الله انا يعني بتفق مع حضرتك مليون حقيقي. في الميه حقيقي الجمهور له عامل السحر زي ما بيقولوا الاسبوع الاخير قبل المباراه النهائيه بيكون الاستعداد ليه ازاي هدوء
هدوء استقرار، مفيش تفكير يعني. معلش بس السوشيال ميديا الفتره دي اللعيبه تبعد عن الاعلام شويه، تبعد عن المجاملات، هتلعب مش هتلعب، انت مصاب مش مصاب، تبعد عن الحاجات دي خالص، كل تفكيرها في المباراه. والحمد لله برضو ان احنا يمكن كنا المفروض نسافر بدري، بس يعني مفيش مشكله، احنا هنسافر يوم الخميس ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق، وتفكيرهم كله يبقى في المباراه. هيلاقي صعوبه هناك برضو لازم يتحمله هناك، صعوبه جمهور وصعوبه الملعب. انا ما اعرفش ظروف الملعب هتعمل ايه، برضو دي بتبقى مهمه، لازم يطمنوا على الملعب، هل الملعب هيترش قبليها، هل يعني في عوامل كده لازم نحطها في الحسبان بنفاجئ بيها يوم المباراه. يعني احنا يوم ماتش الجيت الجزائري فوجئنا ملعب الترتان انه مبلول قبليها بساعه، واحنا لابسين جزم من غير ستارز، ترتان من غير ستارز، من غير ستارز، بس هم كانوا رشين الملعب يعني بزحلقك، يعني كان لازم نلعب بجزم المونيا زي ما هم كانوا بيلعبوا. بس هم يا كابتن بيصعبوها علينا يعني، هم متعودين دايما على الحاجات دي يعني. طبعا فهم احنا نتمنى طبعا ان الكابتن عبد الواحد سافر خلاص اوريدي، حاجه كويسه، يتابع الموقف ده قبل الماتش، يطمنوا على الملعب قبل ما ينزلوا، زي ما حصل هيحصل كده عبد الواحد هيشوف كل حاجه بالنسبه للاقامه وكل الحاجات دي مهمه. نتحمل الجمهور لو حد يعني شجع بشراوه او بقوه مثلا ضد فرقه الزمالك عادي، كل الحاجات دي عاديه، اللعيبه لازم تمتص كل الكلام دوت ويبقى عندها هدوء. المباراه الاولانيه دي حقيقي عايزه هدوء اعصاب. طيب موقف حزين جدا او تحدي حصل لك في بطوله 84، وموقف موتك من الضحك في البطوله؟ يعني موقف صعب طبعا، المباراه الاولانيه بتاعت جيت النتيجه 3-1، وكنا بنلعب فرقه وكانت الدنيا يعني كانت صعوبه ان انت تيجي تلعب، ظروف المباراه كمان والارض الملعب والنجيله المبلوله، وانت بتلعب بترتان وبيكسبوك كل عامل ضدك، يجيبوا فيك 3-1 نتيجه ما زمان ما كانتش سهله بالنسبه لفرقه زي دي. احنا بنجيب جون الحمد لله بيحسن موقفنا، بس كانت نتيجه الفرقه اللي كنا بنلعبها فيها مطالب مننا، خصوصا ان احنا كنا جايين بفوز بخمسه تقريبا قبل مباراة الجزائر، كنا كسبانين 5، كنا كسبانين 5 في جيت في مع ميكان ديفيدز، كسبنا 5-1، عدلنا هناك 1-1 وكسبنا هنا 5-1. فكانت المباراة بقى اللي هي الدور اللي قبل النهائي اللي هي المهمة اللي بتوصلك للنهائي اللي احنا لعبنا قدام الشيتن ستارز وكسبنا وخدنا البطولة. فدي من المواقف الصعبة كانت المباراة دي كانت كلها. وبعدين مش عايز اقول لك الضغط العصبي، الضغط العصبي كان عليها اول بطوله، الناس محملاك المسؤوليه ان كان الاهلي واخد البطوله الاول واحنا عايزين ناخدها زي النادي الاهلي وزي الاسماعيلي، وكانت الناس كلها واقفه معانا، فكان ضغط عصبي. والحمد لله تحملنا وكسبنا وخدنا البطوله دي. من المواقف الصعبه، مش عايز اقول لك المباراه النهائيه برضو ايه الموقف اللي حصل فيها، حصل فيه ان احنا رحنا شوتينج ستارز في نيجيريا، والمباراه كانت بتقام في عز الحر، هم عشان عارفين الحر جامد قوي فاختاروا ان هم يلعبوا الساعه 2 الصبح، 2 الظهر، 2 الظهر في عز النهار، واخد بالك؟ فدي كانت مواقف صعبه لازم اللعيبه تتحملها وتبقى واخده عليها وان شاء الله. الجزء الثاني من السؤال مش هسيبك يا كابتن، قول. من اكتر المواقف الكوميديه اللي تعرضتم ليها خلال هذه البطوله، حاجه ما اتقالتش قبل كده؟ احنا احنا في فرقه سفريه ريفن ديفلز دي كانت فرقه كبيره قوي، او كانت سفريه كبيره، قعدنا فتره كبيره، يمكن دي كان كلها ضحك وتهريج وخدناها والنتيجه الحمد، ورحنا اسبانيا ساعتها كملنا. كم ساعه السفر لزامبيا؟ احنا كنا الاول بنسافر على كينيا الاول 3 ساعات أو 4 ساعات، كينيا 4 ساعات، وبعدين نرتاح وناخد طياره تانية، يعني نقعد ترانزيت وناخد طياره تانية لزامبيا، ناخد طياره لزامبيا مثلا قول 3 ساعات كمان، ادي 6 ساعات، وبعدين نقعد ساعه ولا ساعتين في المطار الداخلي عشان ناخد طياره، لا اما عربيه، والحمد لله خدنا عربيه ومشينا في طريق ملوش رجعه. والله كان طريق ما ليلا كده مشينا، وعربيه باص صغيره وجنبك بقى حيوانات وجنبك حاجات غير طبيعيه، وصلنا لغايه لما وصلنا للاستاد او
الاوتيل اللي هنقعد فيه اللي هنلعب فيه المباراه النهائيه اللي هي الماتش بتاع ريد ديفلز. ده برضو كانت من المواقف وكنا بنقلبها. طبعا كابتن ابو رجيله الله يمسيه بالخير كان الخفه كلها والدم الخفيف، فكنا كانت كلها ضحك من اولها لاخرها. كنتوا بتتجمعوا في اوضه مين؟ اتفضل يا كابتن. كنا بنتجمع طبعا مع بعض عند الكابتن محمد صلاح او كابتن عادل مأمور، عند كابتن فاروق جعفر، كنا بنتجمع عند ابراهيم يوسف، كنا بنتجمع كده مجموعه، وكان الكابتن ابو رجيله كان بيجمعنا. مين اللي كان عامل الكانتين بتاع الفرقه اللي انت تروح تاكل عنده في الاوضه؟ كانتين كانت في الرحلات دي كنا بناخد المعلبات بقى. ما كناش بقى بناخد معانا. مين بقى اللي كنت تلجأ له في المواقف دي؟ كان دايما بيبقى الحاجات دي بتبقى متشاله مع الكابتن ممدوح مصباح، هو اللي يشيل العلب دي عنده، او كابتن سمير السيد الاداري برضه كان، او مع عم محمد مليم لو كان مسافر معانا، واخد بالك. مين من اللعيبه كان يحب يبقى طالع كده مأمن نفسه؟ يعني كلنا بنجيب برضه معانا الاكل، المعلبات كانت متوفره وبنجيبها معانا. يعني مثلا كابتن غانم سلطان كان دايما ما لحقتوش غانم قبل مني، هو ما كانش معانا في البطوله. طبعا يعني يحب يلم اللعيبه وياكلها عنده. طبعا بعد كده او قبل كده في الجيل اللي قبلنا كان بيلم اللعيبه طبعا اللي قدام، بياخدوا ويروحوا يقعدوا عند والدته وكان بياكلهم. ولغايه دلوقتي غانم من الكابتن محمود سعد برضه ايضا كان نفس الشيء، واخد بالك. دي اللعيبه القديمه. طبعا اللعيبه دلوقتي كان فاروق جعفر وكان محمد صلاح وكان. كنت تحب تقعد مع مين انت يا كابتن؟ انا جاء عليا وقت كنت بحب طبعا اقعد مع زميل عمري الكابتن الله يرحمه كابتن سعيد الجدائي رحمه الله عليه، كابتن جمال حميد قعدت معاه كتير، كابتن محمد صلاح. يمكن كنت انا من النوعيه اللي ايه المحبوبه شويه، كان كل واحد بيبقى عايز يقعد معايا. الكابتن جمال حميد قعدت معاه. محمد نصر كوميديا مره كان معايا هنا في الاستوديو، تليفونه رن على الهواء. فبيقول لي صحيح التليفون رن يا حازم على الهواء؟ قلت له يا كابتن والله التليفون رن. هو مش هو مكمل. ايوه فبقول لك، فكنت يعني معظم الناس كانت بتحب تقعد معايا في المعسكرات. وقعدت مع الكابتن حمد عبد الله، كابتن احمد رمزي، وقعدت مع كابتن ايمن يونس. يعني كنت من النوع اللي ايه بغير، يعني ماليش حد، كان كلهم حبايبي يعني. وكانت من السفريات الحلوه، وكنا بنتحمل انا عارف ان انتوا عاملين جروب على الواتساب وبتسالوا على بعض وبتتجمعوا كل فتره. دي حاجه. كابتن هشام ياكل وكابتن ايمن يونس يعني بيحكوا لي ان انتوا على تواصل دايما. كابتن ايمن ربنا يكرمه وعامل لنا جروب حلو، كابتن حمد عبد اللطيف، كابتن احمد رمزي، حتى كابتن حلمي، كابتن طارق يحيى، مجموعه كده كلها جديده، كابتن محمود الخواجه، كابتن غانم سلطان، مجموعه قديمه كلها على جديده، واخد بالك. وبنتقابل كل فتره كده وبنحتفل مع بعض في اي ظرف من الظروف. نروح للجوانب الفنيه بقى فيما يخص مباراه النهائي. كلام حضرتك ممتع، وكلام عن الجيل الذهبي طبعا ما يخلص، ما نشبعش منه ابدا. ولكن فيما يخص مباراه النهائي، كيف يتعامل جوزيه جوميز مع شوطي المباراه؟ زي ما بنقول فيرست لج والسكند لج، عندنا شوط اول في المغرب باذن الله. يعني انا يعني اتمنى مستر جوميز طبعا نمره واحد حقيقي التشكيل. يعني ايه التشكيل؟ ما يبقاش فيه يعني ايه في ناس بعيده وفجاه تلاقيها. يعني عايز التشكيل من بعض الناس اللي بتلعب وبتشترك مستمره. دي مهمه يعني اساسيه. مش عايز ناس جديده على اساس انت عارف الماتشات دي بتبقى صعبه وبتبقى انك يعني تتاقلم عليها بسرعه. دي مهمه، يعني مهمه مستر جوزيف. المهمه الثانيه ان نحاول ان هو يامن بصراحه خط دفاع ونص ملعبه، على اساس برضو ان احنا برضو على الاقل ما يمنش برمانه بهدف. دول الحاجات المهمه اللي مستر جوزيه لازم يعني ايه يلعب على اساسهم في الاول. الحاجه الثالثه اللي ممكن يعمل ان هو يجيب هدف مبكر هناك، ودي تبقى سهله، ان ممكن هم هيلعبوا هيبقوا مفتوحين، هينطلقوا، هيندفعوا مع جمهورهم. ممكن انت زي ما انت عملت الماتش اللي فات، ها جبت جون وجون تاني وتالت، واخد بالك. ممكن تجيب برضو جون، ها حتى لو جون واحد في ماتش اللي جاي دوت هناك، هيفرق معاك قوي ان انت بتعزز الماتش بانك بتجيب هدف يحسب لك هنا مثلا، يخليك معنويا احسن. والحاجه الثانيه ان انت بتحافظ على شباكك نظيفه. الحاجه الثالثه او المهمه الاساسيه ان لو جه فيك هدف
تبقى الامور عاديه وتلعب عادي على اساس الايه المباراه ما تتفتحش اكتر. بس ده مستر جوزيه ان انا اتمنى ان هو بس ايه موضوع حته التشكيل ما يبقاش فيها تغيير كتير. بعض اللعيبه اللي مش عايز اقول التشكيل يعني، بس ما تبقاش لعيب جديد او حد في مكان مش مكانه. كل الامور دي تبقى مترعاه على اساس ان شاء الله نلاقي 11 او 16 لعيب او 20 اللي موجودين اسود اي حد يشارك فيهم، ربنا يكرمنا ونرجع بنتيجه كويسه. ده الحاجه الاساسيه. الفريقين اتقابلوا يا كابتن زي ما حضرتك عارف في 2019. كل فريق كسب 1-0 والمباراه حسمت في برج العرب، وانا كنت موجود في هذه المباراه عمري ما انساها ابدا، وركلات الترجيح هي اللي حسمت فوز فريقنا. بتشوف ان السيناريو ده ممكن يتكرر تاني؟ اتمنى طبعا، واتمنى من غير ضربات جزاء، اتمنى ان احنا نكسب كده عادي، ان احنا نعمل نأدي النتيجه هناك كويسه، حتى لو طلعنا درون 0-0 او 1-1 او جبنا جون، كل العوامل دي هتساعدنا في المباراه الثانيه. زي ما قلت لك المباراه الثانيه هتختلف، هيبقى الجمهور انا بعتبر اللي هو المحرك الاساسي في المباراه الثانيه، واخد بالك؟ فنتمنى النتيجه الاولانيه بس تبقى كويسه ونكسب هنا، وهتبقى النتيجه كويسه بالنسبه لنا لو عملنا نتيجه كويسه هناك. انت بتتكلم ان نهضه بركان في اخر خمس نسخ ليه في البطوله، ثلاث مرات منهم لعب في النهائي. بتشوف كيف يتم التعامل الفني والخططي من جانب جوزيه جوميز مع فريق بحجم فريق نهضه بركان المغربي؟ لازم ما يستقلش بيه، لازم يحط قوته كلها بضربه عشان هناك ناس مساعده، لازم يكون قريب طبعا، اتفرج عليه اكتر من مره. الفريق مش سهل، خلي بالك، ده من الفرق الكويسه وليها اسم كبير في المغرب وليها وبتتمنى انها برضو تحصل على البطوله دي. عندهم مساعده كبيره قوي العام دوت، واخد بالك، وعندهم تطلع، يمكن هم التالت برضو في الدوري عندهم في المغرب، وبيسرعوا ان هم ياخدوا البطوله ويبقوا ابطال المغرب السنه دي. فطبعا لازم مستر جوزيه لازم يتحمل، طبعا يلعب على نقط القوه بتاعتهم، يلعب على نقط الضعف ان احنا ممكن نستغلها. كل الامور تبقى العمليه مش بسهوله، يعني ناخد المباراه زي ما خدنا المباراه اللي فاتت وكسبنا 3-0 وخدناه بجديه، والزمالك عامل مباريات قويه جدا خارج الارض في هذه البطوله. بالظبط، هو الزمالك بتاع الصعب، خلي بالك الفرقه الزمالك بتاع الصعب بتاع فعلا الصعب. والله يعني الزمالك هتلاقيه في المباراتين الجايين دول هتلاقيه حاجه ثانيه، هتلاقيه بجد الناس هتبقى مبسوطه، هتلاقي الاداء، هتلاقي اللعيب عندنا طبعا روح كبيره قوي زي ما قال الكابتن ايمن يونس، ان البطوله دي هتحطنا على الطريق الكويس، هتحط المجموعه دي هيبقى ليها شكل ومتعه، وهتبص لبقيه البطولات اللي جايه. استاذنك نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا الممتع مع الغول الكابتن نصر ابراهيم، ولكن بعد هذا الفاصل. بجد ترحيب بحضراتكم من جديد. كابتن نصر، بتشوف ازاي جوميز يتعامل مع الغيابات والاصابات اللي بيعاني منها نادي الزمالك؟ طبعا هو عنده البديل، يعني طبعا نتمنى ان تبقى الاصابات كتيره بقى لها فتره، ودي برضو يعني تكلم فريق كامل، دي علامه استفهام لازم برضو نراعيها، عشان في الماتشات اللي جايه كتيره قوي، حتى بعد البطوله دوري عام وكاس هتلاقي المشوار كبير. طبعا عنده البديل، يعني عنده الناس السلام هيقدر يدفع بيهم، وده برضو عمليه الدوران اللي هو عمله لبعض اللعيبه. نتمنى بقى ان هو ينسجم في المباراه القادمه، وما يبقاش فيه اللعيب المصاب بقى نستبعده طبعا، مصاب قوي عشان ما يبقاش فيه مشكله اللي مش هيقدر يكمل، بحيث يجهز للمباراه اللي جايه ان شاء الله. فيما يخص هذه البطوله، ساعات ربنا سبحانه وتعالى بتلاقيه ماشي لك كل حاجه الحمد لله، ورغم الظروف او رغم التحديات بتلاقي الدنيا بتكون فيها توفيق كبير الحمد لله. فعندي يقين من المولى عز وجل، وخلال مشوارنا في هذه البطوله اتكلمت مع نجوم عديده جدا، البطوله دي يا كابتن كلنا حاسين ان هي باذن ربنا سبحانه وتعالى تكون من نصيب نادي الزمالك. حضرتك بتشوف هذه المباراه وبتشوف النهائي ازاي بشكل عام؟ انا عندي تفاؤل زيك كده فعلا، انا عندي متفائل ان البطوله دي فعلا هتبقى بطوله نادي الزمالك، من يعني مبارتين ثلاثه من قبل ماتش الاهلي كمان اللي احنا كسبناه، انا بتكلم عليه ان انا عندي استعداد لو كسبنا ماتش الاهلي
هناخد البطوله الافريقيه دي، يعني شوف من قبليها. فانا عندي امل واطمئنان كده ان الفرقه هتاخد البطوله ديت، وحاسس ان الناس كلها هتتجمع مع بعض، اذا كان زي ما انت قلت مجلس اداره او لاعبين او جهاز فني وجمهور، هتلاقي التكتل ده ان شاء الله هيوفقنا او هيوصلنا للبطوله. انا حاسس كمان ان اللعيبه حاسه، حتى الصفقات الجديده حاسه ان البطوله دي هتبقى باسمهم، فالكل هيدافع عنها. نتمنى التوفيق زي ما شفنا كده في الماتشات اللي فاتت اللي كسبناها، لما كانت الفريق او الفرقه بتبقى مجموعه واحده مع بعض والبوم على بعض بيوصل للمكسب. تتوقع مين يبتدي بيه جوميز في هذه المباراه؟ انا اتمنى انه ما يبقاش فيه تغيير كتير يعني حقيقي، هو خلاص يعني حته النواحي الدفاعيه او حته السرد باكين ثبتهم خلاص. في ثبات، مش عايز تغيير يعني فعلا. السرد باكين زي ما هم، اذا كان الطرفين، اذا كان عمر جابر وفتوح اتمنى. طب انا هاخد من حضرتك بقى تشكيل المتوقع من حراسه المرمى، اتفضل. حراسه المرمى معوض طبعا، يعني اكيد ما فيهاش تغيير. طبعا هيبقى على ناحيه اليمين هيلعب عمر جابر، المسلوسي، وهيلعب حسام، هيلعب فتوح. اتمنى بقى، ما اعرفش زي ما لعب الماتش اللي هناك كده، اتمنى انه يلعب بيه دونجا ويلعب شحاته، يعني ممكن، واخد بالك؟ اتنين فندر دول اللي بتمنى ان هم يلعبوا يعني. وبعدين قدامهم ممكن يبقى 6 و 8، حضرتك بتتكلم دونجا 6 وشحاته 8 صح؟ بالظبط، يلعبوا الاتنين مع بعض. تمام. يعني بيساعدوا بعض دفاعيا وهجوميا لما بيكملوا مع بعض، ان هم يبقوا مأمنين الناحيه الدفاعيه بالنسبه لخط الظهر. نعم. بس، ويلعب ناحيه اليمين طبعا زيزو، يلعب ناحيه الشمال اتمنى مصطفى شلبي ممكن ما يلحقش، مصاب. لو مصاب هيبقى فيه مثلا مين؟ في يا نضاي يا نيمار. ممكن نيمار او نضاي عشان في الملعب. كنت اتمنى ان طبعا، بس مصاب اسمه ايه دوت، شيكا ممكن يقودهم، مصاب برضو. واوباما مصاب، مصاب، بس اوباما في احتمال ان هو يلحق، لان هو بدا حمدي يشارك يعني. اوباما لو موجود يبقى خير وبركه، ما فيش، يبقى احمد حمدي. طيب يلعب بمين؟ 10 حمدي، احمد حمدي ماشي. طيب وفي الامام فيندر وراه، وفي الامام زيزو. لا انا بتكلم على المهاجم. نصر الجزيري. سيف الجزيري. سيف الجزيري قصدي. سيف الجزيري. ونضاي زي ما قلنا ناحيه الشمال، وناحيه اليمين هيبقى زيزو. انت معايا؟ طيب يعني حضرتك فيما يخص التشكيل من وجهه نظر حضرتك بتقول عواد، امامه المسلوسي وحسام، على اليمين عمر جابر، على الشمال فتوح، امامه 6 و8 دونجا وشحاته، الهافين بتوعك على ناحيه اليمين زيزو، على ناحيه الشمال نضاي، وامامهم مهاجم صريح سيف الدين الجزيري. التشكيل المتوقع من حضرتك. يا ريت. يعني واحمد حمدي 10 طبعا. واحمد حمدي 10، بحيث ان انت برضو بتامن الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، لو لقيت انطلاقات بقى لزيزو لنضاي للجزيري، واخد بالك، ممكن تجيب هدف. طيب خلينا نروح لموضوع الحلقه يا كابتن، ونشوف جمهور الزمالك بيقول ايه في موضوع الحلقه. مع بدايه الاعداد لنهائي الكونفدراليه الافريقيه، اوجه رساله تحفيز للاعبين والجهاز الفني. سامح عزت بيقول مساء ابيض وجميل بلون تيشرت نادينا يا احمد، وكل الدعم لرجال الزمالك، باذن الله البطوله لينا، ودي اهم بطوله هذا الموسم، وان شاء الله نقابل الاهلي في نهائي السوبر الافريقي ونكسبه. عاش الزمالك وجمهوره العظيم، بشكرك يا استاذ سامح، شكرا جزيلا. لمياء حسن، يا مساء الورد عليك يا احمد، رسالتي للاعبي الزمالك، انتوا افضل لعيبه في مصر، واحنا كلنا ثقه فيكم وبندعمكم، وانتم قدها وقادرين على الفوز والتتويج باللقب الافريقي. اهم حاجه اللعب بتركيز ورجوله وحماس وبالتحدي والاصرار، ان شاء الله نحقق الفوز. ورسالتي للجهاز الفني ان يضع طريقه لعب مناسبه وتشكيل مناسب وتحفيز اللعيبه على الفوز. كل التوفيق للزمالك في ماتش نهضه بركان، وباذن الله نرجع من المغرب بالفوز الغالي. وتحياتي ليك يا احمد، بشكرك يا استاذه لمياء، شكرا جزيلا. محمد صلاح بيقول مساء الخير يا احمد، رسالتي للعيبه، نحن جميعا معكم وسند لكم، ورسالتي للجهاز الفني ورسالتي للجهاز الفني قررت جراحه اللاعبين بمباراه سموحه،
هذا حقك، ولكن حقنا عليك أن نرى النتائج التي ترتبت على قرارك في نهائي الكونفدرالية. أشكرك يا أستاذ محمد. أحمد ميدو بيقول مساء الخير عليك يا أحمد وعلى كل الزملكاوية في الوطن العربي، ده أهم ماتش الموسم ده وأهم بطولة للفريق، لازم ما نفرطش فيها. البطولة دي هترجع ثقة اللعيبة في نفسها وهتبني عليها لبطولات قدام. كل الدعم للعيبة والجهاز الفني ولمجلس الإدارة، وإن شاء الله نحضر العودة مع بعض في الاستاد ونفرح بالبطولة. عاش الزمالك دائما وأبدا. بشكرك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. كابتن نصر، فعلا عاش الزمالك دائما وأبدا. كلمة أخيرة من حضرتك. أتمنى إن شاء الله المكسب، نفرح يعني إن شاء الله كلنا بالبطولة دي، عشان البطولة دي هتبقى بداية عهد جديد بالنسبة للعيبة وبالنسبة للنادي ككل، ونفرح كلنا كده ونحتفل هنا بالبطولة دي، البطولة الجميلة اللي هتحقق إن شاء الله بعض البطولات الأخرى إن شاء الله. في الحقيقة كابتن بنتشرف دايما بوجود حضرتك. الله يخليك، الله يخليك، كل سنة وأنت طيب. أشكرك شكرا جزيلا. نجومنا وأساطيرنا ورموز نادي الزمالك كابتن نصر إبراهيم، كابتن أيمن يونس، أجمعوا النهاردة على كلمتين. قال لك صفحة جديدة وعهد جديد. أنا بضم صوتي لصوت نجومنا وأساطيرنا، بإذن الله هذه البطولة تكون بداية عهد جديد من البطولات والنجاحات لنادينا العظيم. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج أخبارنا، دايماً أنتم اللاعب رقم واحد. بشكر حضراتكم، شكراً جزيلاً، السلام عليكم.